فكرة أنت كنت لا تؤمن بالحب. زمان. وكنت معترض تماما على حكاية الحب والرومانس والرومانسية الجميلة وبتاع، وفجأة غيرت مواقفك وغرقت لغايه هنا، وقعت في البحر. وقعت مش عارف مين زقني. ايه الحكايه بقى؟ والله هو في جمله شهيره ابويا دايما يقولها لي لما كنت اقول له لا مش هتجوز، انا ما بحبش، لا ماليش دعوه والحاجات دي. كنت مطيور كده يعني. قال لي جواز زي السكته القلبيه. قال لي مش هتجوز. قال لي بيجي فجاه يعني، ما فالحمد لله يعني بيجي فجأة. جات لي سكتة لطيفة كده جدا، سكتة لطيفة. مبسوطة بيها الحمد لله.